أهلا بكم. تقف مصر على أعتاب استحقاق ديمقراطي هام، ألا وهو الانتخابات الرئاسية بالتأكيد الذي تستعد له جميع الأجهزة في مصر والمؤسسات منذ أن أعلنت اللجنة العليا للانتخابات فتح قبول باب الترشح للمرشحين في هذه الفترة التي نحياها. الانتخابات الرئاسية هي الاستحقاق الذي يعبر عن مدى جاهزية مصر في هذه الفترة للتعبير عن الفهم الحقيقي للحالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها، للتعبير أيضا عن مدى إدراك المصريين ووعيهم بطبيعة السنوات التي مرت وكيف غيرت وأثرت في تفكير المصريين السياسي وفي الوضعية التي تخص مصر على مختلف الأصعدة والمجالات. كيف نما وعي المصريين في الفترة الماضية بما يسمح لهم بالمشاركة الفعالة التي كنا نفتقدها لسنوات طويلة في العملية الانتخابية، والبعد عن فكرة العزوف الانتخابي الذي كان سمة الانتخابات لفترة طويلة؟ ماذا عن المشاركة السياسية وكيفية التوعية بها؟ دعونا نطرح الكثير من الأسئلة في هذا الإطار من خلال هذه الحلقة لهذا الوقت المخصص لنا في همزة وصل بيننا وبينكم، ومن خلال السؤال التالي وهو: كيف ترى آليات التوعية بأهمية المشاركة السياسية في العملية الانتخابية؟ كيف ترى آليات التوعية بأهمية المشاركة السياسية في العملية الانتخابية؟ هذا هو سؤال حلقة اليوم الذي نرغب أن تشاركوننا إياه عبر فضاء الإنترنت وهمزة وصل إي جي. يمكنكم التواصل من خلال فيسبوك، تويتر، جوجل بلس، سكايبي وإنستغرام. كل هذه السبل متاحة لتسجيل آرائكم. فاصل قصير ودعونا نبدأ استعراض الآراء. الوعي العام بالعملية الانتخابية يعد عاملاً أساسياً في زيادة نسبة المشاركة في الحياة السياسية بشكل عام والعمليات الانتخابية بشكل خاص. الإدارات الانتخابية تلتزم عالمياً بنهج التوعية والتثقيف بالعملية الانتخابية بهدف زيادة وعي المواطنين بأهمية المشاركة السياسية من خلال ممارسة الحقوق المدنية والسياسية بفاعلية بما يشمل مختلف شرائح المجتمع كالشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة. آليات تثقيف الناخب تأتي في زيادة وعي الناخبين حول القضايا السياسية وتحفيزهم على المشاركة الانتخابية وتعزيز ثقة المواطنين في الهيئة المستقلة للانتخاب والتأكد من أن الأدوات والوسائل المستخدمة لنقل ونشر المعلومات مناسبة لجميع فئات المجتمع واحتياجاتهم الخاصة، وأخيرا زيادة مستوى الفهم للمبادئ العامة التي تحكم إجراءات العملية الانتخابية. المشاركة السياسية هي أساس الديمقراطية وتعبير الواضح على مبدأ سيادة الشعب، وتعد أرقى تعبير عن المواطنة، حيث تلعب المشاركة السياسية دورا مهما في تطوير آليات وقواعد الحكم الديمقراطية. ماذا عن آرائكم في هذا الإطار؟ ما الذي سجلتموه حتى الآن؟ نهلة حجازي حصدت لنا الآراء التي كتبتموها. نهلة، ماذا لديك؟ أهلا بك ماجدة. حول هذا السؤال الهام وهو موضع تساؤل الكثيرين الآن في الحياة المصرية السياسية والاجتماعية، هناك العديد من الآراء الواردة للبرنامج والتي تحفز على المشاركة في الانتخابات، منها محمود الضوي والذي نبدأ به ويرى أنه هناك العديد من الآليات لتوعية المواطن بالمشاركة السياسية وأنه لابد أن تغلف هذه العملية بقدر عالي من الشفافية والهدوء والالتزام، ولابد على كل منا أن يفلتر البيانات الخاصة بالمرشحين حتى يختار مرشح ذو خبرة وحكمة قادر على تحمل المسؤولية وأمانة مستقبل الأجيال القادمة، وهو يرى أننا لابد ألا نعود إلى الفلول أو الخونة وعصابات الإخوان الإرهابيين الذين يقدمون الأموال ويغسلون الأدمغة والأمخاخ بالمشاركة مع الحزب الوطني السابق كما يقول لاستغلال الفقراء، وبالتالي ويعلن دعمه لطرف معين دون أطراف أخرى. أما محمد حبيش فيقول المشاركة في الانتخابات وخاصة الرئاسية منها لابد أن ننظر لما يحدث للدول المحيطة بنا ولشعوبها من دمار وإبادة، ولابد أن نبقي على حياتنا وحياة أوطاننا حتى لو نصبح لا
لاجئين أو نموت في الطريق مثلهم. لابد أن نشارك في اختيار رئيس الجمهورية، وهو يعلن أيضا عن اختيار شخص بعينه هو الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يوليه أمره. هناك العديد من التعليقات الأخرى، منها أيضا تعليق سمير محمد مومية يرى أن التوعية للشعب المصري أصبحت من الماضي وأن الشعب المصري أصبح على درجة عالية من الوعي. سنتابع هذه التعليقات، ولكن لابد من العودة إليك مجدة، لديك جديد. نعم، يجب أن ننتقل لإذاعة خارجية على الهواء لنقل وقائع اجتماع وزراء خارجية العرب حول دول التحالف العربي في لدعم الشرعية في مشاهدينا. نقلنا لكم على الهواء مباشرة البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، والتي استعرض فيه السادة الوزراء الأدوار المختلفة للدول العربية خلال الفترة من 2011 منذ بدء الأزمة اليمنية وحتى الآن. وطلع السادة الوزراء أيضا بإبراز هذا الدور بالحديث عن قيم المملكة العربية السعودية بتخصيص وديعة قدرها مليارين من الدولارات الأمريكية لدعم الشعب اليمني في أزمته الحالية، إلى جانب الإشارة لتعزيز قدرات المواني اليمنية البرية والبحرية والجوية والعمل على التمهيد للدخول في الحل السياسي في الفترة القادمة بين الفصائل المتنازعة والمتناحرة في اليمن. كانت هذه أهم النقاط التي تم استعراضها حتى الآن. دعونا نعود إلى موضوع حلقتنا اليوم في همزة وصل من جديد حول أهمية المشاركة السياسية في العملية الانتخابية والاستحقاق الديمقراطي القادم الذي تشهده مصر في الفترة القادمة. قبل الانتقال للإذاعة الخارجية استعرضنا معكم أهم آراء مشاهدينا حول المشهد السياسي المصري والتي كانت تحبذ الدخول في الإيجابية بشكل عام للمجتمع المصري في الفترة القادمة بعملية المشاركة السياسية من جانب، وأيضا من جانب الحكومة بتوافر الشفافية الكاملة والمصارحة حول هذه المشاركة والوضعية القائمة. ماذا عن آراء المتخصصين في عملية تحفيز المشاركة السياسية ومدى شعور الشارع المصري بأهميتها في هذه الفترة؟ دعونا نطرح السؤال على السادة المختصين. معنا عبر الهاتف دكتورة هالة منصور أستاذ علم الاجتماع، والأستاذ مؤمن ممدوح رئيس برلمان شباب القاهرة. أهلا أستاذ مؤمن، دعني أبدأ الحوار معك. أهلا بحضرتك يا فندم وكل السادة المشاهدين. يعني بيراهن الكثير منا على أن مشاركة الشباب ستختلف في هذا الاستحقاق الانتخابي هذه المرة بعد عزوف انتخابي عانينا منه لسنوات من فئة الشباب تقريبا. ما هو تعليقك؟ خلينا يعني الأمر الواضح أن احنا عندنا شباب متأسس مختلفة، فئات لا هي بتدور عن العمل بتاعها بس أو بتدور على شغلها، مش مركزة في أي حاجة تانية غير الوظيفه وزي ان هي تاسس حياتها وتبدا مستقبلها بشكل قوي جدا. نعم. وعندنا فئه هي بتشارك في العمل الحزبي والعمل السياسي والعمل التوعوي والعمل المجتمعي بشكله بانواعه. نعم، من نسب قد ايه يا استاذ مؤمن؟ يعني بنسب مش قويه جدا، لان احنا الوضع الاقتصادي بالنسبه لمصر يعني الشاب محتاج مصاريف كتير جدا عشان يقدر يبدا حياته بشكل مختلف، فبالتالي نعم. يعني مش بشكل قوي جدا ان هو يكون بيشارك في العمليه السياسيه، الا الشباب اللي هو عنده بعض الوقت وعنده التوعيه انه شايف ان العمليه السياسيه هتقدر تغير مستقبل البلد الى افضل. عظيم. الفئتين دول الفئه الاولانيه هي بتنزل الانتخابات اللي هي فئه الاحزاب وفئه السياسه. كل ما بيكون عندنا الوضع الانتخابي فيه اكثر عدد مرشحين وفيه ممارسه قويه وفيه اكثر من مرشح بيشارك باكثر من برنامج مختلف باكثر من طريقه مختلفه بيعرض بيها على الجمهور بتاعه بوسائل مختلفه جدا، كل ما بتلاقي ان عدد الشباب المشترك في الاحزاب بيكون الشباب دوت ينقسم لعدد المرشحين دول وبيبتدي يدعمهم ويشتغل معاهم، فبالتالي بينزل الشارع وبيبتدي يتحرك بشكل اوسع وبيبتدي يشارك في اللجان دي. نعم. يعني احنا برضه دي نقطه، النقطه الثانيه ان احنا عندنا الدور المجتمعي ان عدد المنظمات المحليه اللي هتشارك في مراقبه الانتخابات وعدد الشباب اللي قدم في الورق ده وارقام كويسه جدا ان هي موجوده، يعني على معلوماتي ان هي تتجاوز ارقام كبيره جدا، فبالتالي عندنا نسب الشباب هتكون موجوده. انا لسه كنت من شويه قاعد مع وكيل دار الشباب والرياضه عندنا في القاهره، كان اللي بيجهزوا ازاي كمان ان الكشافه تساعد
في العمليه الانتخابيه اللي هو بشكل اوضح ساعد كبار السن وساعد المحتاجين والناس اللي بيكونوا على الموجودين وبيساعدوهم بشكل قوي جدا. طيب استاذ بومن، هل انت شايف ان قناعات الشباب في ان المشهد السياسي تغير متوافره بشكل حقيقي؟ يعني فعلا الى حد كبير انا ليا طاقه اللي انا بكون عايش فيها الشباب هي بتشارك في العمليه السياسيه بشكل قوي جدا، فهم شايفين ان المشهد المره دي هيكون بشكل مختلف، شايفين ان هم هيقدروا يقدموا نتيجه بشكل مختلف. كمان احنا عندنا في مبادره بنجهزها دي هتكون خاصه بشباب القاهره، المبادره دي هتقوم على التوعيه باهميه الانتخابات من خلال ندوات، من خلال حملات انتشار في الشارع، ومن خلال حملات توعيه، وهيكون في كتيب بيصدر انت ليه صوتك مهم، انت ليه حتى لو انت هتنزل تدلي صوتك بان انت تطفله، بس في الاخر صوتك مهم للدوله دي، يعني انت ما تسيبش صوتك او ما تسيبش حقك وترجع في الاخر تزعل تقول الوضع يعني انا ما انتخبتش الراجل ده، ما انت ما انتخبتوش بس هو اصبح فعلا رئيس الجمهوريه علينا كلنا، وفي الاخر هو بيعمل المصلحه العامه، هو اللي بيرسم السياسات العامه اللي بناء عليه بينفذها بيوافق عليها مجلس النواب وبتنفذها الحكومه. نعم، اشكرك كثيرا استاذ مؤمن ممدوح رئيس برلمان شباب القاهره على ما قدمته من وجهه نظر معي في هذه الحلقه. اتوجه بالسؤال للدكتوره هاله منصور استاذ علم الاجتماع. اهلا بك يا دكتوره هاله. اهلا بحضرتك والساده المشاهدين. دكتوره هلا، باي قدر تغير وعي المواطن المصري بشكل عام بعد سنوات من العزوف عن المشاركه في الاحداث السياسيه في مصر الى وعيه الحقيقي باهميه ان يتواجد واهميه دوره في ان يشارك سياسيا، هل تغير هذا الوعي بشكل فعلي؟ طبعا هذا الوعي تغير على مستوى المجتمع المصري كله بعد 2011، حصل نوع من انواع التسييس في كل الشارع المصري، اصبح الشارع المصري كله بيتكلم السياسه، كله بيبحث عن الحوار السياسي على شاشات التلفزيون وفي المنتديات، اصبح المجتمع المصري مجتمع متيس بدرجه كبيرة. أما فئة الشباب فحصل لها انتعاشة في البداية ثم عزوف ثم فترة في الآخر بيحاولوا إن هم يندرجوا في الحياة السياسية، وده واضح جدا في مؤتمرات الشباب واهتمام القيادة السياسية بمشاركة الشباب وبدمج الشباب في مستقبل الوطن وفي مصير الوطن وفي كل ما يتطلبه المجتمع المصري. نعم. يمكن هختلف شوية مع الدكتور ان احنا محتاجين وعي يسبق المشاركة. الحقيقة المعني بهذا الوعي هو الاحزاب السياسية. فاحنا ما عندناش احزاب سياسية في مصر قوية. ما عندناش احزاب بشكل الحقيقي اللي بيدفع لعملية التوعية. بشكل حقيقي للحزب، لانه هو الاحزاب السياسية عبارة عن ايه؟ عبارة عن مؤسسات تسعى الى تحقيق التنمية داخل الدولة من وجهة نظر معينة أو من رؤية أيديولوجية معينة. هذه الأحزاب بيكون مهمتها الأساسية بناء الكوادر من الشباب ومن أعضاء المجتمع المقتنعين بهذا المنطق والمؤمنين بهذه الأيديولوجية. عظيم. هذا غايب تماما عن الشارع المصري. عظيم. وبالتالي مين اللي بيرسم فكرة التوعية والدفع السياسي للشارع المصري من وجهة نظرك؟ بالظبط. يعني هقول لحضرتك ان كل اللي بيشتغل على المنطق السياسي هو اكثر من ان هم محترفين، والجميع بيتحرك سياسيا بمنطق الانفعال والعاطفه اكثر من منطق الاقتناع والعقلانيه. الشباب من اكثر المناطق الحساسه في جسم المجتمع. نعم بالتاكيد. المجتمع من المجتمعات. لأن الشباب يملك الحاضر ويتطلع إلى المستقبل، وبالتالي المستقبل قضية دايما بتشغل قطاع الشباب. احنا بنحاول إن احنا بنوعي الشباب على المستوى الفردي. طيب ما حضرتك بتقولي أوعي الشباب، إذا كان المؤسسة اللي معني بيها أو الجهات اللي معني بيها أن تقدم هذه التوعية في صورة مشاركة غائبة، مين اللي معني غير الدولة في هذا الإطار؟ أنا بكمل لحضرتك. اتفضلي. المؤسسة، الوعي المؤسسي بينشا عن طريق مؤسسات. إنما إحنا تعويضاً لغياب المؤسسات بدأنا نشتغل على الوعي الفردي اللي هو من خلال مؤتمرات الشباب مع سيادة الرئيس. عظيم. بعض القطاعات المثقفين، بعض البرامج الإعلامية، بعض الحوارات سواء كانت صحفية أو إعلامية، بنحاول بقدر الإمكان إن إحنا نخلق حالة من حالات الوعي والرغبة في المشاركة لدى الشباب داخل قاعات الجامعات وداخل مؤسسات التدريب وداخل الوسائل الإعلامية، لكن هذا لا يغني عن وجود مؤسسات قوية في شكل أحزاب تستطيع أن تملك زمام
عملية تنمية الوعي السياسي ودفع المشاركة السياسية المقتنعة العقلانية القادرة على رسم رؤية مستقبلية. طيب. كنا احنا مش قادرين نبني ده دلوقتي في الوقت القصير، فبنستعين بيك بعملية تنمية الوعي عن طريق التثقيف الفردي أو عن طريق التثقيف من مؤسسات التربية والتثقيف والتوعية. طيب دكتورة هالة، من خلال حضرتك الشباب هقوله انت اللي بترسم مستقبلك، انت اللي هتشارك، وانت اللي هتقدر تحط الخطوات اللي توصلك للمستقبل. ده بلا شك، ده بلا شك، دي رسالة طبيعية. عازف عن المشاركة، شارك قول رأيك. طيب. أيا كان رأيك دكتورة هالة، احنا مش بس بنتكلم عن الشباب، المشاركة السياسية مقصود بها هنا في العملية الانتخابية أو هذا الاستحقاق كل فئات المجتمع المصري، كل فئات المجتمع المصري يجب أن تشارك. هل بترين أن طبيعة الخطاب المقدم مناسب لكل مستويات وفئات المجتمع المصري؟ للأسف لا. طيب. للأسف لا، لأن إحنا لازم نشتغل على كل القطاعات. إيه اللي بينقص بقى هذا الخطاب؟ وأصبح قطاع كبير جدا من المجتمع مغيب من ناحية الوعي ويتحرك بحركة عشوائية في أي اتجاه. أين تكمن نقاط ضعف الخطاب؟ تكمن نقاط ضعف الخطاب هو لا يراعي الجدية والعقلانية في طرح الرؤى، وإنما محاولة للاجتذاب ما بين أكثر من طرف، وكل طرف بيحاول إن هو يجتذب أكبر قدر من المجتمع للمعسكر بتاعه. الحقيقة إحنا محتاجين في الفترة الحالية إذا ما كانش عندنا تربية سياسية حقيقية، محتاجين يكون عندنا تربية اجتماعية قوية، محتاجين إن إحنا نعي حجم الخطورة والتربص بالمجتمع المصري حقيقي بالدولة المصرية، وبالتالي لابد أن نعي جميعا مصلحة هذا الوطن قبل أي. نعم دكتورة، من وجهة نظر حضرتك عملية التربية الاجتماعية دي من أين ستبدأ؟ من عملية تعليمية أم من مراحل أخرى أو مستويات أخرى؟ لا، تبدأ من منطلق المسؤولية الاجتماعية يا فندم. مش كل الناس هتروح مؤسسات التعليم عشان تاخد التوعية في نطاق المؤسسات التعليمية، ولكن من منطق المسؤولية الاجتماعية إن أنا هنا بدعو جميع عناصر المجتمع، كل من لديه وعي، كل من لديه فكر، كل من لديه رؤية هو مسؤول أن ينقل هذه الرؤية وهذا الفكر وهذا الوعي إلى من لا يملك ذلك بمنطلق المسؤولية الاجتماعية التي تحترم خصوصية هذا الوطن وتحترم الظروف العصيبة اللي بيمر بها هذا الوطن، وبالتالي لا نتطرق لرفاهية غير مطروحة في الوقت الحالي في ظل الأزمات الحالية. دكتورة هالة منصور، وضعتي قوسين كبيرين جدا وألقيتي فيهم بالمسؤولية على من المفترض مثقفي ونخبة هذا المجتمع، وهذا ما سوف نطرحه في باقي هذا الحوار حول دور الثقافة في هذا المجتمع في عملية دفع المشاركة الاجتماعية إلى شكل أعلى، هي المشاركة السياسية. لكني أشكرك كثيرا على ما قدمتيه من وجهة نظر أرى أن بها الكثير من التوازن في هذا الجزء من الحلقة. أشكرك دكتورة هالة منصور أستاذ علم الاجتماع، أشكر أيضا الأستاذ مؤمن ممدوح الذي شارك معي بفكره عن كيفية مشاركة الشباب ووجهة نظره فيها، وهو رئيس برلمان شباب القاهرة. دعونا نطرح المزيد من الأسئلة، لكن دعونا نهبط للشارع أيضا نحصي المزيد من الآراء. طبعا الإعلام عليه دور كبير جدا جدا، لأنه يعتبر هو الجهة الوحيدة المقروءة والمرئية والنصفة كل حاجة فيها، والإعلام هو اللي بيوصل لأبسط الناس وبأقصر الطرق. أول حاجة الإعلام، تاني حاجة طبعا حملات التوعية، الجمعيات الأهلية، المؤسسات الحكومية، المدارس، كل ده لازم يعملوا ندوات ويفهموا الناس إن الانتخابات حاجة مهمة، لازم كل واحد ينزل يقول رأيه ويشارك، لازم ننزل ونشوف إن كنا محتاجين نخلي الرئيس يكمل فترة رئاسية تاني ونديله الثقة من جديد ونخليه يكمل اللي بيعمله، حتى وإن كان في التحفظ على بعض الإجراءات الاقتصادية الصعبة، ولا في مرشحين تاني ممكن يظهروا ونختارهم، لكن أيا كان سواء رأي إيجابي أو سلبي لازم الكل ينزل ويشارك. لازم نشارك في الانتخابات عشان خاطر نحافظ على البلد دي ونحافظ على علينا شخصيا. بس أنا عن نفسي شخصيا وأسرتي هشارك في الانتخابات دي انتخابات رئاسة الجمهورية عشان نبني بلدنا ونبني مصر حديثة ونحافظ على احنا بنيناه مع 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 ست الرئيس. فلازم طبعا لازم نوعي الناس اللي بيشاركوا في الانتخابات، واحنا دولة حديثة ودولة عريقة، فلابد من نزول جميع فئات الشعب للمشاركة في الانتخابات لبناء مصر حديثة او لمواصلة بناء مصر الحديثة.
دي حاجة مهمة جدا ان انا اشارك برأيي، ان انا اقول رأيي في ان البلد لازم مين اللي يقودها ومين اللي يبقى القائد بتاع البلد اساسا. فطبعا ان احنا يكون الجيش والشعب مع بعضهم في قيادة البلد نحو تقدم ونحو إصلاح البلد تبقى حاجة جميلة جدا. طبعا ده واجب على الإعلام برضو أن يكون عنده شفافية أهم حاجة، وما يضلش الناس، ويكون فيه عنده مهنية، أهم حاجة المهنية، ما يكونش فيه تضليل، لأن التضليل ده أخطر حاجة على المجتمع. فكل مواطن يشعر أنه بحب هذه البلد مش لا يشعر، مؤمن إيمانا بالله سبحانه وتعالى ان هذه البلد في حاجة ماسة الى رئيس يقودها من افاق الى افاق، مستقبل افضل ومشرق وتنمية، يشارك في هذه الانتخابات. والله احنا لازم نوعي الناس انها تشارك في الانتخابات، لانه ده حق وطن لكل مواطن يعني، وينزل يشارك ويختار اللي هو عايزه، بس لازم يشارك، لان علشان احنا دلوقتي يعني بعد الثورة بينا في حرية كمان حضرتك، ولازم كل واحد يختار اللي هو عايزه. مواطنين في الشارع على اختلاف يعني الأفكار التي قدموها في هذا التقرير، دعونا نحصي المزيد من الآراء لدى نهلة حجاز. عودة منك إلي مرة أخرى وإلى صفحتنا على موقع فيسبوك أو فيسبوك مجدة، وهناك العديد من الآراء التي تتفق مع ما جاء من آراء مواطنين في الشارع. كنا قد استلبنا حق سمير محمد مومية أحد المشاركين على الصفحة حينما نقلنا فعاليات الختام لتحالف دعم الشرعية في اليمن. هو يقول أن التوعية للشعب المصري أصبح من الماضي، وأن الشعب أخذ جرعة سياسية مكثفة لمدة 7 سنوات كاملة، عرف من خلالها أهمية صوته في تغيير مصير الوطن، ولذلك تعد المشاركة في الانتخابات واجبا وطنيا واستحقاقا دستوريا يتطلب مشاركة الجميع. أما عزة الجيلاني فيرى أن الثقافة وتنمية الوعي السياسي والبرلماني عملية تراكمية لم ولن تتوقف، وأنه لابد من نشر الوعي والتثقيف بأهمية المشاركة في الانتخابات، حيث يتحقق من خلال ذلك نسب مشاركة عالية تؤدي إلى مستقبل أفضل للبلاد، ويدعو في النهاية لمصر شعبا وجيشا ورئيسا. ممدوح أبو عاصي يقول أرى آليات التوعية بأهمية المشاركة السياسية في العملية الانتخابية، أن المشاركة في الحياة السياسية هو انتماء للوطن واختيار شخصية تكافح من أجل الاستقرار الأمني والنهوض بالدولة من الناحية السياسية والاقتصادية والأمنية، وحتى نلحق بركاب الدول المتقدمة في جميع المجالات. وفقنا الله لصالح البلاد والعباد. محمد الشريف يقول تعتبر المشاركة السياسية في العملية الديمقراطية هي أساس العملية الديمقراطية وتعبير عن مبدأ سيادة الشعب، وتقضي بمشاركة المواطنين في هذه العملية لشعورهم بالانتماء والاهتمام بالشأن العام، وهي أرقى تعبير عن المواطنة، والشباب يمثل نسبة كبيرة من الشعب المصري، ولذلك لابد أن نلقي الضوء عليهم وأن نساعدهم على المشاركة بكل طاقتهم، لأنهم الثروة البشرية الحقيقية. الشباب هم حل لكافة مشكلات المجتمع، ولذلك هو يحفز الشباب على المشاركة في الانتخابات القادمة وفي كل العملية السياسية. أكتفي بهذا القدر من الآراء مجدة، أعود إليك، ما زال لديك المزيد لنحصي من آراء الخبراء. لدي المزيد فعلا يا نهلة، والوقت ضيق غير ما تعرفين، لكن دعيني أستكمل هذه الحلقة مع ما تبقى لي من ضيوف. معي عبر الهاتف سيظهر الاسم حالا على الشاشة، دكتور أحمد عيسى أستاذ التنمية البشرية، الأستاذ محمد غنيم أمين شباب حزب المحافظين. دعوني أبدأ الحوار مع الأستاذ محمد غنيم أمين شباب حزب المحافظين. أهلا بك يا أستاذ محمد. أهلا بحضرتك يا فندم. أستاذ محمد، لما يغيب دور الأحزاب على الساحة السياسية بشكل فعلي في هذه الفترة وبشكل عام في العملية السياسية بصيغة مؤثرة يستحقها المجتمع المصري؟ هو تسمحي لي في البدايه يعني ادافع عن بس الاحزاب السياسيه في حاجه، احنا كل المشكله اللي واجهناها بعد الاحزاب بالاختيار. استاذ محمد انا خلي بالك احنا لا نهاجم احد، نحن فقط نقدم الاراء المختلفه. انا بقول لا ندافع عن حاجه معينه، انا عارف ان ما فيش حد بيهاجم وهي اراء طبعا،
ولكن هي التعدد الحزبي اللي تسبب عنه وصول الأحزاب السياسية إلى 106 حزب عمل مشكلة عموما في إن التكتيك بمعنى أصح، ويمكن أنا أشرت في موضوع ده في أحد الحلقات يعني في البرنامج. نعم. ولكن بدأت بعض الأحزاب ذات الأيديولوجية الواحدة تقوم بعمل تحالفات فيما بينها تحالف سياسي موحد، وده من أجل المرحلة القادمة. نعم. يمكن بعد انتخابات الرئاسة الماضية وبعدها انتخابات مجلس النواب، ولقينا طبعا احنا في مجتمع نعيش فيه ما يقرب من 60% منه شباب. نعم. غياب الأعمار السنية المتفاوتة ما بين 17 ل 25 سنة عن المشاركة الفعالة في الانتخابات يمكن كانت البداية الحقيقية في توعية الشباب والمواطنين لأهمية المشاركة السياسية، كانت في مؤتمر شرم الشيخ الأول للشباب في 2016، بعدها تنسيقية شباب الأحزاب عقدت لقاءات متعددة. نعم. مع عديد من المواطنين والعديد من الشباب من أجل الدواية في أهمية المشاركة السياسية. نعم. بالإضافة أيضا أن احنا الأسبوع القادم هنقوم بتدشين مبادرة إرادة جيل، اللي من خلالها ومن أحد أهدافها هي ليست لشباب الأحزاب فقط أو للشباب السياسيين فقط، وإنما لجميع طوائف المجتمع بداية، وهي ليست مبادرة سياسية ولكن مبادرة خدمية توعوية لجميع فئات المجتمع بداية من الطفل المصري وإلى الشاب المصري والأسرة المصرية. إن احنا طبعا بصين نظرة مستقبلية بأهمية المشاركة السياسية والمشاركة في الإبلاء بالأصوات لجميع فئات المجتمع. أستاذ محمد، هل تقصد أن الأحزاب تعيد صياغة حلها؟ ده بالفعل أكيد، يعني لأن احنا في أحزاب بتبقى عددها لم تعقد جمعيات عمومية، ويمكن حضرتنا كذا مرة أن الأحزاب التي لم تعقد جمعيات عمومية تقوم بعقد جمعية عمومية عشان نعرف كل حزب قوته قد إيه ووجوده قد إيه وفعاليته. نعم مظبوط. والحزب الضعيف يندمج مع الحزب الأقوى منه بحيث أن احنا يتعمل تكتل سياسي قوي قادر على إقامة حياة سياسية قوية في مصر في الفترة القادمة. نعم. لأن احنا هنخلص انتخابات الرئاسة هندخل بعديها في انتخابات المحلية طبيعي. نعم. أستاذ محمد، متخيل طبيعة الدور اللي هتلعبه الأحزاب السياسية في هذه الفترة اللي بتمر بها مصر وهي الاستحقاق الانتخابي القادم، إيه طبيعة الدور اللي هتكون مؤثرة فيه في ظل وضعيتها الحالية على الأرض؟ هو طبعا بالفعل في احزاب اعلنت تأييدها للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي احزاب لم تحدد موقفها حتى الان. نعم. وطبعا احنا عايزين نشاهد مشهد ديمقراطي حقيقي في الانتخابات القادمه، وده بالفعل اللي اشار اليه سياده الرئيس. نعم. مشهد ديمقراطي وحريه الاختيار لاي مواطن، ولكن هو الان مشاركه المواطن الحقيقيه. احنا بدانا فعلا كشباب احزاب وشباب سياسيين في لقاءات متعددة مع الشباب في مختلف المحافظات ومع بعض الأسر المصرية في أهمية المشاركة في الانتخابات. طبعا عايزين نغير الفكر القديم اللي كان سائد انه بيقول لا خلاص اصل كده فلان ناجح او كده كده سيادة الرئيس ناجح. لا، احنا لازم نشارك، وهي أهمية المشاركة دي، لأن اللي هيتعود أنه يشارك في انتخابات الرئاسة هيشارك بعد كده في انتخابات محليات. نعم، في كل المراحل الانتخابية الأخرى. نعم. أستاذ محمد، أنا مضطر للتوقف معك لضيق الوقت، لكني أشكرك كثيرا على ما قدمته من وجهة نظر معي في الحلقة. الأستاذ محمد غنيم، أمين شباب حزب المحافظين، أشكرك. وكانت رؤيته أن الأحزاب تحاول إعادة صياغة وضعيتها لتصبح مؤثرة. ربما لن يظهر الدور بالزخم الذي ننادي به في هذه الفترة، لكن ربما على مدار الحالة السياسية وتطورها في الفترة القادمة نرى هذا، وهو ما نتمنى. دعوني أعود بالسؤال لدكتور أحمد عيسى، أستاذ التنمية البشرية. أرحب بك يا دكتور أحمد. أهلا بحضرتك أستاذ مجدة. لو كنت تابعت الحلقة معي يا دكتور أحمد، كان لي حديث مع دكتورة فاضلة في علم الاجتماع، وأفادت بأن الدور الحقيقي في هذه الفترة هو في عملية تنمية المجتمع، أو في عملية شحن الوعي المجتمعي بشكل حقيقي من أجل وعي سياسي. دكتورة هالة أفادت بهذا بمنطق تخصصها كأستاذ في عملية التنمية البشرية، كيف ترى عملية الشحن الاجتماعي أو عملية التوعية الاجتماعية إن صح التعبير؟ أولا أنا بقول نعم. سريعة جدا عشان وقت البرنامج للمعارضين والمؤيدين للعملية الانتخابية. نعم. ومجلس النواب ومحور مهم جدا هبدأ به بسؤال حضرتك اللي هو محور التنمية. نعم. هل نريد التنمية؟ هل نريد النهضة؟ هل نريد البناء؟ هل نريد الاستقرار؟ هذه الأسئلة مطروحة للجميع باختلاف كل المؤيد والمعارض والاتجاه.
إذا كنا نريد ذلك فيجب أن نعطي صورة حقيقية لبلدنا عن هذه الأمور اللي بيعكسها طبعا الاستقرار والمشاركة، لأن في نقطة مهمة جدا لعوامل جذب الاستثمار. كيف أنا كمستثمر خارجي أحط مبالغ ضخمة وأستثمر فلوس في بلد بتعزف عن أو بتدي رسائل سلبية؟ فيجب المشاركة عشان أدي صورة إيجابية لبلدنا. اختلف كما شئت، وافق كما شئت، ولكن دي بلدنا لازم كلنا نحافظ عليها، لأننا كلنا في نفس الخندق أمام تحدي كبير جدا، وإحنا شايفين المنطقة والإقليم حوالينا عامل إزاي من عدم الاستقرار. فيجب أن احنا نعكس هذه الصورة بحضارة. وفي مقولة كانت بتقول أن الشعب المصري غير مهيئ للديمقراطية، أنا أظن أن الوعي منتشر بالفعل، ولكن حتى العزوف عن الانتخابات ده لعب سياسة زي ما بيقولوا، أو نوع من أنواع التفاعل. المشاركة برضو نوع من أنواع التفاعل. أنا بوجه رسالة للمعارضين، إذا كنت حصلت على طبعا أنا ما سمعتش كلام الدكتورة هالة وهي صديقة عزيزة، ولكن أنا واثق في أرائها طبعا وأضم صوتي لصوتها. إذا كان المعارض شايف إن هو جاب 3% في المرحلة اللي فاتت، فأنت أمام أول مرة في التاريخ تقريبا إن يكون عندنا رئيس بيعاد انتخابه بجد. إذا كنت فرصة قدامك يا معارض، اثبت ان انت ما جبتش 3%، يعني طبعا بصرف النظر عن فين او صاد المرشح، انا اقصد إن انزل وشارك. نعم، انا يعني انا فعلا انا بتفق معك يا دكتور احمد بفكره ان انت عايز بلدك قدام، انزل وشارك ايا كان وجهه نظرك. بالنسبه برضه نعم. حده الانتقادات من الاطراف المؤيده يا ريت تخف شويه. نعم، ورساله هنا بين قوسين لمجلس النواب، يعني بلاش يعني انا رايي المرشح اكس، طب المرشح واي، طب ما اديله فكره، يعني اديله 20 صوت. نعم تنفس. نعم وهكذا. نعم. أنا يعني انا عارف وقت حضرتك وانا كمان بره، فالتنميه البشريه عشان تتحقق يجب ان ترسل رسائل جاده وقويه وحقيقيه لجميع الاطراف الداخليه والخارجيه. نعم، هذه الرساله بيعكسها مشاركه ايجابيه خاصه من الشباب اللي بيمثلوا قوه كبيره جدا في البلد، تقريبا 60% من الشعب. نعم. اما العزوف فهو رساله سلبيه. اشكرك كثيرا يا دكتور احمد، انا بعتذر لك لضيق الوقت للاسف. دكتور احمد عيسى استاذ التنميه البشريه، شكرا لك على ما قدمته من عون ووجهه نظر في هذه الحلقه. بالضروره الايام القادمه بما استشهد المزيد من الحوار في هذا الموضوع، العديد من الحوار منه ما سيكون اجتماعي اقتصادي وايضا سياسي، كل اصعده سوف نتناولها والفئات، لكن دعونا نتناول سؤال حلقه الغد نظرا لانتهاء الوقت. السؤال: هل تخصيص اراضي لاقامه 1000 مصنع في قرى ومحافظات الجمهورية يحد من البطاطا ويزيد من الإنتاج؟ هل تخصيص أراضي لإقامة 1000 مصنع في قرى ومحافظات الجمهورية يحد من البطالة ويزيد الإنتاج؟ هذا سؤال حلقة الغد، الذين رغب أن تتواصلوا معنا من خلال فضاء الإنترنت وهمزة وصل إي جي للإجابة عليه. إلى أن نراكم، لكم منا كل التحيات.